الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مبسوط ان انا اكون معاكم النهارده في اجتماعكم، واشكر ربنا على نمو هذا الاجتماع وانتظامكم فيه، وربنا يبارك في هذا الاجتماع بصلوات اباء الكنيسه وبصلوات القديس ابي سيفين والانبا ابراهام. انا النهارده هكلمكم في موضوع كشباب بيهمنا، ويمكن انتوا جالكوا ايميل او رسالة باسم الموضوع: ازاي نواجه المشاكل احنا كشباب. يعني اي انسان فينا لازم يكون تعرض لمشكلة في حياته او بيتعرض لمشاكل في حياته، فازاي احنا كشباب مسيحي نواجه اي مشكلة بتقابلنا. ومفيش إنسان في الدنيا ما عندوش مشكلة، يعني مفيش إنسان في الدنيا لا يواجه المشاكل. وأحياناً يتعامل الإنسان مع المشكلة، تعامله مع المشكلة تزيدها تعقيداً. يعني ممكن الإنسان يتعامل مع المشكلة يخليها مشكلتين، أو المشكلة الصغيرة تبقى مشكلة كبيرة. فإزاي الإنسان يتعامل مع المشكلة، وخصوصاً إن إحنا وجودنا في العالم زي ما الكتاب المقدس قال: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ما وقفش عند كلمة الضيق، لكن كمل وقال: ثقوا أنا قد غلبت العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم. فلو كان الإنسان هيقف عند الضيقات اللي بيقابلها في العالم فقط، كان ممكن زي ما معلمنا بولس الرسول قال: سنصبح أشقى جميع الناس. الإنسان ده هو المسيحي اللي ممكن يقابل اضطهاد، يقابل تعب، يقابل أي نوع من الأتعاب اللي بيقابلها في العالم. لو الإنسان لم يواجه هذه المشاكل بصورة روحانية أو بصورة لها علاقة بربنا، ممكن الإنسان تدمر حياته. في ناس بيواجه المشكلة بالاضطراب، دي نوعية من أنواع الناس. يعني ممكن واحد يضطرب لأي مشكلة، وحتى لما تسأله أنت تصرفت ليه كده، أنت قلت ليه الكلام ده، يقولك أنا فكري اتشل، فكري وقف، مش عارف كنت أفكر، أو معرفش يعمل إيه في الموقف نفسه. عشان كده ممكن شخص يضطرب ولا يحل مشكلته. وممكن إنسان يواجه المشكلة بالحزن، يحزن ويزعل وما يفكرش، بس هو حزين. مالك؟ عندي مشكلة. طب إيه هي المشكلة؟ حزين. لا يتعامل مع المشكلة لكن يتعامل معها بالحزن. وممكن واحد يتعامل مع المشكلة بالضيقة، وممكن واحد يتعامل مع المشكلة بالبكاء، ودي كتير من البنات أول ما يتعاملوا كده يتصدموا مشكلة يروحوا معيطين أو إيه. فطبعا في بنات بتبقى أقوى من الولاد، يعني ممكن واحد ما يعيطش فيزيكالي من الولاد، لكن يبين مشاعر حزن وضيقة أكتر من ممكن تكون واحدة بنت. كنت قاعد مع مجموعة كده من الخدام المسؤولين عن خدمة المرضى في إحدى الكنائس، فبسأل واحد واحد فيهم واحدة واحدة: بتعملوا إيه لما بتزوروا الإنسان مريض؟ لما بتروحوا تزوروا مريض بتعملوا إيه؟ فواحدة ردت رد كده ببساطة، قالت لي: أنا بروح أزور الناس الكبار في السن العيانين، هي تعيط وأنا عيط جنبيها. بس هي ردت ببساطة كده. عشان كده قلت لها: طيب هي مثلا اللي بتعيط؟ قالت لي: لا، ما انا بشاركها هذه الضيقه بتاعتها. لكن طب ايه المسج اللي بتقدمها؟ ايه الحاجه اللي بتديها صوره؟ بتفتح معاك الكتاب المقدس، بتصلي، وهكذا. عشان كده الناس اللي بتواجه المشكله بالاضطراب والحزن والضيقه والبكاء، هذا ليس حل للمشكله، وأحيانا زي ما أنا قلت لكم بيزود المشكلة. والإنسان الذي يواجه نفسه بالضيقة الداخلية
ممكن يجيب لنفسه مرض. يعني ممكن إنسان لا يظهر إنه تضايق بس داخله ألم شديد جدا وحزن شديد جدا وتأسف شديد جدا، ومن الداخل يبقى من جواه ممكن لا يظهر المظاهر دي على وجهه وفي كلامه، لكن من جواه في ضيقة شديدة. وممكن إنسان يواجه الضيقة بإنه ما يتكلمش. عشان كده أحيانا الناس دهيت ممكن تصاب بمرض، مرض جسداني. يعني ممكن واحد يجيله ضيقة يصاب بضغط الدم، ارتفاع في ضغط الدم، وواحد يجيله ممكن سكر، وواحد ممكن ألسر مثلا ستوميك ألسر، قرحة في المعدة، ممكن واحد يجيله هارد أتاك. كل ده من كتر التعب والكبت والزعل وإنه مش قادر يتكلم في المشكلة، ممكن يصاب بكل الأمراض دي. وطبعا كل الحاجات دي المشكلة لا تحل. ممكن واحد يحل المشكلة بالحيلة، يعني يقع في مشكلة يقعد يدور مش أصل المشكلة فين، احنا بعد كده هنشوف ازاي يعني، لكن هو يقعد يدور كده ازاي يعمل حيلة ويسميها ذكاء، بس هي حيلة وليس حل. زي مين في الكتاب المقدس؟ قصة أخاب والملك وإيزابيل. أخاب عايز ياخد حقل نبوت، قاعد متضايق، أنا عايز أخد حقل الراجل ده، عايز أخد ممتلكاته. فرجع إلى بيته مهموما، مكتوبة كده، رجع لبيته مهموم، حزين متضايق، وحزنه وتعبه لم يعطيه الحقل. تعبان ومتضايق ومهموم لم يأخذ الحقل. فإيزابيل قالت له أنت متضايق ليه؟ قال لها الراجل ده نبوت والحقل. قالت له بس بسيطة قوي، أنا هجيب لك الحقل. دبرت مؤامرة ضد الرجل نبوت وانتهت بقتله ولم تعطيهم نتيجة، لكن ربنا قال له في المكان اللي لحست فيه الكلاب دماء نبوت ستلحس دمك. يعني انتهت بحيلة وفي الاخر ما خدش اللي هو عايزه. وده كتير بتحصل معانا، نفتكر انها فهلوة شطارة ذكاء، نضحك على اللي قدامنا ونروح عاملين حيلة عشان ناخد هدفنا، وفي الآخر نخسر الشخص ده ونخسر حقوقنا وما ناخدش، بل بالعكس تبقى مشكلة بالنسبة لنا. ممكن إنسان يحل المشكلة بتاعته بخطية. يعني واحد محتاج فلوس يسرق، واحد محتاج حاجة في شغله يكذب، واحد محتاج ياخد وظيفة معينة ياخدها بالرشوة، واحد عايز ياخد حاجة مش بتاعته ياخدها بالاحتيال والنصب. يحل المشكلة بخطية. لكن أهم شيء عشان تبقوا عارفين، من ضمن الوقاية من المشاكل هو الوقاية من المشكلة نفسها. ليه أنا بوقع نفسي في مشكلة؟ أعرف السبب. ساعات واحد يكون عنده أسباب داخلية جوه نفسه، سريع الغضب، سريع الخطأ، فهو اللي بيوقع نفسه كل مرة في المشكلة بكلمة. عشان كده كتير قوي لما نقعد بين اتنين متشكلين ونصالحهم على بعض وخلاص الموضوع وتصالحوا كله، بعدين نلاقي واحد يقول للتاني، يقول له ايه بس انت غلطت فيا، قلت لي الكلمه الفلانيه، طب خلاص انسى، يقول لا انا مش قادر انسى انه قال لي كده. كتير تحصل دي بين الزوجين لما نصالحهم في اي مشكله بسيطه، ويكون واحد غلط في حق التاني، تلاقي الطرف اللي حصل فيه الغلط مش قادر يغفر للطرف التاني، يفتكر له الكلمه اللي قالها. عشان كده الابتعاد عن الأسباب اللي بتجيب المشكلة هي مهمة. ما تدخلش نفسك أصلا في المشكلة. لما تحس إنك داخل في مشكلة، في مثل إنجليزي جميل قوي يقول لك إيه، Don't take your enemy into the corner. ليه؟
لما انت هتقعد تزنقه في الكورنر تزنقه في الكورنر تزنقه في الكورنر هيعمل ايه عشان يهرب منك؟ يديك في وشك عشان يجري. فانت عمال تزنقه 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 رغم ان انت عارف ان هو الشخص اللي قدامك ده بيغلط وغلطان ومش عارف وعمال، بس انت عمال تزنقه تزنقه فهضطر يغلط فيك جامد عشان يهرب. مش كده قال لك don't take your enemy into the corner، سيب له حته يعدي كده. يعني ما تقعدش تزنق في الشخص اللي قدامك تزنق 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 لغايه ما تتحول لمشكله وتتحول لخطا من اللي قدامك. فاللي قدامك يحاول يدافع عن نفسه، يعمل ايه؟ يضربك، يخبطك، يعمل اي حاجه. علاج نتائج الموضوع وعلاج اسبابه. عشان كده في الطب في حاجه مهمه قوي اسمها الهيستوري. لما يجي دكتور كده يقعد مع واحد يقعد يساله، او النيرس تقعد تساله، طب ده بيحصل ليه وكده. ممكن واحد يجي له صداع عمال ياخد تايلينول كل ليله، تايلينول يسكن، ينام، يصحى الصبح يروح الشغل، يجي على الظهر يجي له صداع ياخد تاني تايلينول، ينام بالليل قبل ما ينام ياخد تايلينول، كل شويه عمال ياخد تايلينول. بس هو مش عارف الصداع ده سبب ايه. هل سبب وجع في ودانه ولا في سنانه ولا في عينيه ولا ايه بالظبط؟ ايه السبب اللي جايباله الصداع؟ يعني ممكن واحد يقعد يعالج في الاعراض وما بيعالجش في المشكله نفسها. انا قاعد مع شخص دايما يثير مشاكل، لكن انا مش عارف، انا دايما بتهمه بكده، الشخص ده بتاع مشاكل، ترابل ميكر، بس انا مش عارف ليه هو ترابل ميكر عشان اتفادى المشاكل اللي منه. وهكذا كثيرا يا اخوتي لا نهتم بمعالجه النتائج ولكن نهتم بعلاج الاسباب. دي مهمه. ممكن تلاقي واحد زعلان منك او واحده زعلانه منك بس انت مش عارفه هي ليه زعلانه منك. ممكن اسباب زعله منك ايه؟ تقول اصل فلان ده على طول كده، ده بيتقمص بسرعه، بس انا ما عرفتش هو ليه بيتقمص بسرعه. طب ما يمكن انا في حاجه بعملها له ريبيتد 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 اكيوميليتد هو اتقمص مثلا. وهكذا واحد في خصومه مع شخص اخر، تنازع، ليه في خصومه؟ ليه بكرهه؟ في سبب كده يقولوا عليه انك تزيل سبب الخوف من المشكله بيخليك تواجه المشكله بشجاعه. يعني ممكن واحد يخاف من المشكله فيبقى مش عايز يدخل فيها، ما تدخلونيش في مشاكل، ابعدني عن الموضوع ده. بس انا بعدي عن الموضوع ليس هو حل، لان احيانا في الحياه نحن نواجه امور كثيره لابد ان نواجهها. لو شخص عمال يخفي ان عنده حاجه في ايده، ورم او حاجه، هيتفاقم هذا المرض يكبر 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 لغايه ما ايه؟ علاجه بيبقى اصعب. هكذا نحن ايضا في علاقتنا مع الاخرين. ممكن شخص انا مش عايز اتدخل معاه في مشكله بس انا عارف ان في مشكله ومش عايز اواجهها. كمان احيانا في مشاكل علاج اسباب المشكله في اسباب بتبقى غير حقيقيه، ودي يسموها الوهم. يعني انا ساعات يحصل لي تصورات، ده فلان دي اكيد فلان ده ما سلمش عشان فلان قابلت فلان وقالت له وبتاع، تلاقي قصه طويله خالص، وعين لما تيجي تسال الشخص تلاقي ما فيهاش ليها اي اصول خالص. حاجات بتترتب 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 عليها. احكي لكم قصه طريفه قوي عشان شكلكم هتناموا، قصه حقيقيه يعني بس ما حصلتش هنا. يعني واحد اتجوز واحده شابه كده، وبعدين في اول حياتهم في الزوجيه قال لها انا بحب السمك المقلي. قالت له قوي قوي، اعمل لك سمك. عملت له سمك بس راس السمكه طايره، يعني هي السمكه بدون وبعدين هو قال يمكن مثلا اشتريت السمك ما سالهاش. وبعدين تاني مره عملت له السمك، السمكه راسها مش موجوده. وبعدين تالت مرة سألها، عملت سمكة برضو راسها مش موجودة. قالها انت بتشتري من المحل ده بيقطعوا راس السمكة؟
قالت له لا الراس موجوده. قال لها امال فين الراس؟ قالت له ما اعرفش بس ماما كانت بتعمل لنا كده السمك في البيت. فراح سال حماته قال لها هو حضرتك لما كنت بتعملي السمك في البيت بتقطعوا راس السمكه بتروح فين؟ قالت له ما اعرفش بس مامتي كانت بتعمل السمكه كده. لحسن حظه التيتا كانت عايشه فراح لها قال لها يا تيتا هو انتوا لما كنتوا بتعملوا سمك في البيت لازم تعملوه من غير راس؟ قالت له لا يا ابني ده جدك الله يرحمه جاب لي طاسه قد كده لما بقلي راس السمكه بره فبقيت اقطعها. قالها يعني قالت له ايه؟ فهو عرف المشكله جايه منين؟ ان الطاسه صغيره دي ايام جده لكن الطاسه عنده في البيت ممكن تاخد سمكه كامله. فقال لها طب خلي لي الراس بقى. عرف المشكله قعد يدور 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 لغايه ما وصل لاصل المشكله فين بهدوء. وهكذا اي مشكله بتقابلنا اعرف السبب تقصى اسال ليه وبهدوء اعرف ليه ده حصل كده ليه التصرف من الشخص ده عمل كده. كتير من المشاكل الزوجيه اللي بتحدث بين الزوجين بتبقى احيانا فهم الاخر غلط او ترجمه تصرف لاحد الطرفين غلط والتاني اكيوميليتد الموضوع ده ومرضاش يسال عنها. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان هو بنى رؤيه عن هذا الخطا. عارفين هقول لكم على حاجه تاني. ساعات تطلع على سمعه على واحد كده يقول لك ايه خلي بالك من فلانه دي اصل عينيها مدوره. عارفين اللفظ ده؟ خلي بالك اصل ده لو شافت الموضوع ده. بيقولوا ايه مفهوم الحسد؟ ايه مفهوم الحسد؟ الحسد هو الشيطان يعرف الماضي لكن ما يعرفش المستقبل. الله الوحيد الذي يعلم المستقبل. فساعات الشيطان تتكرر واحدة تكون جاية كنيسة بفستان كويس تقابل واحدة تقول لها ايه الفستان الشيك ده تطلع برة وهي ماشية تشتبك في الباب يقطع لها الفستان فتقول هي فلانة اللي قالت لي كده. تيجي بعد كده بالصدفة طبعا مش صدفة الشيطان ساعات يرتب الأمور دي يجيب فلانة دي اللي قالت لها إيه الفستان الجميل تشوفها راكبة عربية تقول لها إيه ده أنت جبتي عربية جديدة؟ تقول لها آه تطلع من الباركينج تروح مغبوطة. فالست تقول لا ده هي فلانة بقى. ليه بقى الشيطان يستخدم التصرفات دي؟ عشان يوقع يوقع مشاكل وصن زيق في الناس. كده معلمنا بولس الرسول لما اتكلم قال المحبة لا تظن السوء اعتبر كل إنسان صادق حتى يثبت لك عكس ذلك. خد خبرتك الشخصية مع الناس مش خبرة السمع لأن كتير إحنا نسمع قصص عن ناس ونكون عنهم رأي والرأي ده ما بيكونش مبني على حاجة مظبوطة. فعشان كده أحيانا بتبقى أسباب غير حقيقية. أو واحدة مثلا هقول لكم أنا بكلمكم بطريقة عملية كشباب. واحدة مثلا تتأخر في سن الجواز تيجي تسأل وتقول له تفتكر يا ابونا معمول لي عمل أو سحر؟ هي كونت فكرة إن تأخر سن الزواج لها هو بسبب عمل أو بسبب سحر لأن ممكن تكون الحتة مثلا أو الطريقة اللي هي اتربت فيها ممكن يكونوا بيكرروا الكلام ده فهي بنت هذا. عشان كده أسباب غير حقيقية أسباب غير حقيقية. أحيانا مشاكل بنصادفها في الحياة بتكون ملهاش أصل أو أصلها مضحك زي القصة بتاعت السمكة اللي أنا بقولها لكم دي ملهاش معنى. يعني لو عرفنا ليه حصل ده كده خلاص. يعني يقول لك إن مثل لو عرف السبب بطل العجب. يعني بنتعجب الله ليه عمل كده لكن لو عرفنا السبب وراه هيبطل هذا العجب. في أسباب أيضا
غير حقيقية. يعني مثلا زي ما أنا قلت لكم مشكلة تحل بكذبة فيبني عليها عمل كذب 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 كله، فيجي يبقى إيه زي الأرض زي البيت اللي اتبنى على رملة، أول ما جه هزة شوية وقعته. زي مثلا ابن لأم ابن متعب، بدل ما تشوف تعبه ايه تعالجه بالتدليل، تعالجه انها تدلع فيه ويزداد فسادا وتخبي عن ابوه وتخبي غلطاته وتشعر ان هو ابني ما يغلطش ابدا، انا ابني ما يعملش كده، انا ابني ما يقولش كده، هو بقى قايل وعامل وعمل مصيبة قد كده، وتقول لا مش هو، تلزقها بحد تاني، مش هو اللي قال كده، مش هو اللي عمل كده. يقولوا في علم النفس ان الام دي اللي بتعمل كده اول واحد هينقلب عليها هو الولد ده ابنها على طول في اي مشكلة، لان هو عارف انها ما كانتش صريحة، ما كانتش بتنقل صورة سليمة، لان هو عارف انه عامل حاجة غلط. فلا يمكن حل المشكلة بخطية. مشكلة القديس بطرس الرسول كانت مشكلته ايه؟ انه دخل ساعة محاكمة السيد المسيح فشافته واحدة جارية، قالت له انت شكلك منهم، انت فكذب وشتم وحلف وبعد شوية لعن. فبصوا التدرج فيها، كذب لا اعرف الرجل، شتم وحلف ان انا لا اعرف الرجل. عشان كده هو لما رجع لنفسه مين قال انك ما تعرفوش؟ ده حتى هو كان السيد المسيح كان محذرك قبليها، قال لك ده انت عند صياح الضيق ستنكرني 3 مرات. عشان كده خرج بطرس وبكى بكاء شديدا، لان قلبه كان حساس من محبة المسيح، فصحي لنفسه قال ازاي ان انا اكذب واشتم واحلف ولعن هذا الرجل، وانا ده انا اللي قلت ان انا اضع نفسي عنك، في اكتر من كده؟ قال له ده انا هحط نفسي عنك، قال له انت تحط نفسك عني؟ ده انت تنكرني. عشان كده مشكله معلمنا القديس بولس كانت الانا، كان شويه يقول له انا اضع نفسي عنك، يقول ان انكرك الجميع انا لا انكرك. كلمه الانا دي لما بعد القيامه المسيح ظهر لتلاميذه وقال له أتحبني يا بطرس؟ لو أنا بسأل أي واحد فيك أقول لك أنت بتحبني، الرد إيه؟ أنا بحبك، أنت شاكك في كده، أنا بحبك. لكن معلمنا بطرس ما استخدمش نفس اللغة بتاعت كلمة أنا أحبك، لكن قال له إيه؟ أنت تعلم، أنت تعلم، أنت عارف أنا قد إيه بحبك. فيقولوا كده الأباء إن المشكلة بتاعت بطرس دي تحولت بعد القيامة الأنا إلى الأنت، وده المسلوب الروحي في التعامل، إن الإنسان ينكر نفسه لا أنا بل أنت. هو كمان في ساعات نلتجئ في حل المشكلة إلى حل وقتي وليس حل دائم. ساعات أحيانا في مشاكل لا تحل حل دائم، ساعات في مشاكل لا تحل إلا من فوق من السماء، لكن في حاجات احنا ساعات نحط مسكنات حل وقتي كده، طب اعملوا ده دلوقتي تيجي الموضوع يحصل تاني ويحصل تالت ويحصل رابع وهكذا. طيب لو واجهتنا مشكلة، اول حاجة تحديد المشكلة، التوقف عن القلق او الخوف. اول ما تحصل حاجة لا ترتبك، اقعد اهدى فكر، اوعى تاخد قرار وانت منفعل، واوعى تاخد قرار انفعالي وقتي سريع. طبعا ده مش معناها ان مثلا واحد عربيته بتتحرق وعاك كل عربية، لا مش هاخد قرار سريع باني انزل هستنى لغاية ما نشوف الدخانة هتزيد مش هتزيد. في قرارات لازم الواحد ياخدها سريعا ما يقدرش يأجلها، لكن انا بتكلم على القرار اللي انت تشعر انك لو هديت هتاخده احسن من الاول. يعني مثلا لو انت غضبان من شيء ما تقولش كلام وما تقولش
واكتر ما يعقد المشكله هي الوعود اللي انت ما تقدرش تعملها مش قدها. يعني ممكن واحد يواجه مشكله يعد بشيء بسرعه، طب انا بقى هعمل كده ويجي ما يعملش كده. عشان كده العيال الصغيرين بابا وماما لما ماما تهري نفسها تقول لها طب صدقيني لو ما عملتيش انا هعمل كده، فهي تقول ما قالت الكلام ده كتير وما عملتش. عشان كده نقول للاباء ما تقولش كلام للولاد حتى لو كان نوع من العقاب وما تعملوش، لان هو عارف ان الكلام ده انت بتقوله كتير وبتردده وبين ريبيتد ماني تايمز نوثينج هابند. عشان كده تلاقي مثلا الولاد لما ماما تقول كده تقول ها انا هعمل كذا، تلاقيهم قاعدين كده ببرود، اللي قاعد بقى كله مفيش حد اتحرك. ليه؟ لان عارفين الكلمه دي سمعوها مره واثنين وثلاثه وخلاص مفيش حاجه هتحصل، لا حاجه هتتعمل، وبعد شويه هم هتتعشوا ايه والموضوع انتهى وخلاص وبيضحكوا المشكله، وهي المشكله موجوده ما اتحلتش. عشان كده لا تعد بشيء انت في مقدورك ولا تنبه في شيء المحدثك في مشكله انك انت تتوعده بشيء انت مش هتعمله، انت مش لن تستطيع ان تفعله. اول حاجه تحديد المشكله التوقف عن القلق او الخوف. ويقولوا كده علماء النفس ان تدوين المشكله كتابتها هي جزء من حلها. يعني ممكن واحد يكون بيفكر بس لو قعد مع نفسه بدا يكتب حدث اليوم كذا كذا وانا قلت له وهو قال لي، الكتابه دي بيقولوا بتبقى جزء من الحل. عارفين في المحكمه لما بيبقى في حد قاعد بياخد الاقوال وما بيشتركش في الكلام بين الشخص اللي بيحقق معاه، لكن هو قاعد يكتب لان الشخص ده بياخد الاقوال دي ويقراها، لما يقراها يقدر يكون مش في وقتها بيصدر عليه الحكم، لكن قرايتها كذا مره يستطيع ان يحكم بهدوء. كانوا يقولوا كده، يقول كان سيدنا البابا شنوده المتنيح البابا شنوده كان يقول كده، لو كتبت جواب، طبعا دلوقتي لو كتبت تكست محدش بيكتب جوابات، يعني لو كتبت جواب وانت مش راضي عنه ما تبعتوش اركنه، هتلاقي كل شويه عمال تغير فيه. انت اعمل كده برضو. فحل المشكله لما تحب تكتب مسج لحد عنيفه طف اند مين دونت سند ات رايت ناو، خليها وبعدين ارجع بعد شويه اقراها، تلاقي نفسك عمال تغير في الكلام. بعدين بعد شويه كده ممكن تاخد قرار انك ما تبعتهاش، وممكن ما قرار تاخدها كده تمسحها كلها وتكتب من جديد حاجه تاني. عشان كده تحديد المشكله وتدوين المشكله مهم، لان بيديك نظره جديده للمشكله اللي انت بتفكر فيها. فيبقى البعد عن الخوف، البعد عن القلق، البعد عن الاضطراب، تدوين المشكلة. الاستعداد للمشكلات دي حاجة طبيعية في حياتنا. لو واحد عايش بلا مشاكل يعني ممكن يكون في حاجة مش مظبوطة. يعني لازم أي شخص بيواجه مشاكل في حياته أي نوع. عارفين أقول لكم إيه؟ معلمنا بولس الرسول قال آية جميلة، قال أريد أن تكونوا بلا هم. أنا ساعات أقعد أفكر مين فينا لا يوجد عنده هم؟ مين اللي ما عندوش هم؟ أنت قبل ما تروح مشوار جاي الاجتماع في الكنيسة بتعمل جوجل وتشوف تلاقي أحمر كده طالع تقول يوه في ترافيك، رايح شغلك الصبح ونزل متأخر تلاقي البتاع حمرة كده للآخر، أوه ده حتة دهم. فتحت التلفزيون سمعت فيه حدث هم في الأخبار، حد كلمك قالك حاجة هم. مين اللي عايش بدون هم؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول قال أريد أن تكونوا بلا هم. إزاي الإنسان يعيش بلا هذا الهم؟ هنشوف. خلوا بالكم وجود المشاكل في الحياة بيخلق بين الأمور، لا يوجد مجد بدون ألم ولا يوجد سعادة بدون الدخول للمشكلات والصعوبات. ما أضيق الباب المؤدي إيه؟ للحياة، ما أقرب الطريق وأصعبه. ساعات إحنا يا إخواتي نختار الطريق السهل
اللي ما فيهوش تعب، ما فيهوش جهاد، ما فيهوش مواجهه، لكن ده ما بيكونش احسن الحلول في حياتنا. احيانا ده بيكون نوع من هروب من المواجهه في حياتنا. عشان كده الشخص الذي تمرس على المشاكل وخد عليها ودخل فيها والضيقات بتبقى نوع ده اختبار. احيانا ربنا بيختبرك يقولك انت من اي نوع، انا هحطك في بوتقة الالم والتعب وهشوفك هل انت هتحتمل ام لا. كمان في التفكير في حل المشكلة، التأني، الابطاء، التروي، الانضباط، دي كلها معاني. ان انا كمان اكون منضبط في الفكر بتاعي، ما اخدش لا اكستريم ولا اخد كيرلس كده اهمال في حل المشكلة. اكون انا عارف ازاي ادخل في المشكلة واحلها. كمان من اللي يفيدني في حل المشكلة جمع المعلومات قبل اتخاذ اي قرار. اسمع كويس قوي. لو انا داخل بين طرفين، اسمع الطرف ده واسمع الطرف ده كويس، واجمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة، اكون صورة متكاملة للمشكلة اللي بتواجهني. مشكلة الحل الواحد وفقط، تحليل المشكلة، مراقبة الحل ايضا. لما ابدأ احط حلول احل، ممكن زي ما انا قلت لكم ممكن يكون في حل وقتي سريع، وبعدين في حل استراتيجي كده على هدف بعيد هتتحل بيها، فأقعد أراقب الحلول دي. كمان اللي يفيد في حل المشكلة ومقابلتها تشجيع النفس، إن أنا أشجع نفسي مش أنا لوحدي. عشان كده ساعات واحد يجي يقعد مع إنسان يكون مختبر، فيجي يجي له بمشكلة هو ما حللوش حاجة، بس يطلع الإنسان مرتاح من كلام التعزية، من كلام هو. في ساعات كده ناس تجيلنا بمشاكل ما تعرفش تعمل لها حاجة، ملاش حل، بس انت الحل اللي في ايدك ايه؟ لما تديله وعود، تقوله ده ربنا قال منقشونا على كفي، ده ربنا قال من يمسسكم يمس حدقة عيني، ده ربنا قال شعور رؤوسكم محصاه، ده انت وانت بتصرح شعرك وبتصرح كام شعرة بتقع على كتفكم، هل مسكت الشعرة وقلت انت سقطتي بإذن من الله؟ قال كده، شعر من سوء شعوركم لا تسقط إلا بإذني. عشان كده يا إخواتي التشجيع، إن أنا أشعر إن في كلمات التشجيع، تشجيع النفس ده مهم جدا. كمان في حل المشكلة تقبل الفشل والنجاح. مدام واجهت مشكلة وأنا خدت فيها قرار بمشورة وبصلاة وبمعونة، أنا حس إن ربنا أتقبل ما يحدث. كمان في حل المشكلة لازم أفهم نفسية الشخص اللي قدامي اللي أنا بكلمه، ده راجل ولا امرأة، ده طفل ولا شاب ولا مراهق ولا إيه بالظبط اللي أنا بتعامل معاه. مش كل الناس كاتيجوري واحد في حل المشكلات، مش كل الناس ليهم نفس المستوى في حل المواضيع اللي بتقابلهم. كمان مع قدرات الإنسان، ذكي أم ذكي يعني بيفكر، مش كلمة تانية يعني، ذكي أم إيه يعني، إيه درجة الذكاء بتاعته، دي كلها بتفيد وأنا بحل. هل قدراته الاستيعابية هتفهم الكلام اللي أنا بقوله؟ ولا ممكن واحد تقعد تكلمه معين يقولك يعني إيه الكلام ده، مش فاهم يعني إيه، وبعدين تعيد له كلام تاني يقول لك مش فاهم برضه، تبدأ تبسط له تقول له طب خلاص اعمل كذا حاجة بسيطة. لكن في واحد تاني تقعد معاه يبدأ بالأسئلة، يسألك كل سؤال. في قول جميل يقول لك ايه، في واحد يجيب لك لكل مشكلة حل، وفي كل واحد يجيب لك لكل حل مشكلة. يعني ساعات كده في واحد تقعد معاه تقول له طب اعمل كذا، يقول لك طب افرض كذا، طب اعمل كذا، طب افرض قالوا كذا، طب اعمل وخش في الموضوع وهتشوف ايه النتيجه وبعدين نشوف، لا طب انا قلت كذا هو هيقول لي كذا، يقعد يعمل حوار طويل، وفي النهايه ساعات تنتهي لما تيجي تساله تقول له عملت ايه مع الشخص اللي كان تعبك، فتحته في الموضوع
يقول لك ده الموضوع عد سهل قوي، لان هو توقعاته العقليه اكبر بكتير من توقعات الشخص اللي بيكلمه. فالشخص اللي بيكلمه مش هيجي له السؤال ده. اقول لكم حاجه تانية عشان تصحوا برضو. كتير الاجابات بتاعتنا احنا ساعات نتوقع في الاطفال اسئله، يقول لك ابني بيسالني السؤال ده، امه بتيجي تسال فتقول لها قولي له كذا، تقول لك طب افرض قال لي كذا، مش هيفرض لان هو ممكن ما يفكرش في السؤال ده. مره ام ابنها كان مضايقها في السؤال ده، هو انا جيت من وانا جيت ازاي يا ماما عمال يسالها السؤال ده، هي مش عايزه تواجه المشكله. حبيبي بعدين، ماما انا جيت ازاي، مش عايزه ترد عليه. وبعدين مره زهقها قوي وهي واقفه في المطبخ، قال لها ماما انا جيت ازاي، انا جيت ازاي، قالت له بص كنا برضف ولقيتك تحت السجاده اللي في الصاله. فالولد سكت وخرج سابها، ما قالهاش، هي الام بتقول ما ردش عليا، قال لها بجد بجد، وصدق وخرج. تاني يوم الام او بعديها بكذا يوم سمعته بيتكلم في الصاله، اتريه وهو بيلعب لقى صرصار تحت السجاده، قال له عارف لو ما كنتش اخويا كنت موتك. فالست اتضايقت جدا، جت متضايقه قوي، قالت لي انا حسيت انا جاوبت اجابه خاطئه دخلت في دماغه ما حلتلوش المشكله، انا رديت عليه بسؤال باجابه هو صدقها، وانا ارتحت ان هو حل عني وخلاص ومشي بالاجابه دي، لكن الاجابه دي طلعت خاطئه لانها ترسبت في دماغ الطفل، والطفل لم يدخل معاها في مناقشات وخلاص صدق الكلام ده. عشان كده في اي مشكله لازم الانسان تكون في امور. كمان في المشاكل في حلول بشريه ليست هي الحلول. اقول لكم زي مين؟ زي ابونا ابراهيم وامنا ساره استعجلوا النسل، عماله تستعجله، قالت له خد هاجر هات منها نسل ليك، استعجلته، بس ده ما كانش الحل. الحل ان هو الابن اللي هيجي من ساره وابراهيم وهيكون هو ابن الموعد اسحاق، لكن لم تنتظر، قعدت تلح، خد هاجر ولدت له اسماعيل، لقت بعد شويه اسماعيل بيهزر هزار قدام اسحاق اتضايقت، قالت له اطرد الراجل، اطرد الست دي، هي والولد من البيت. طب مش انت اللي قلتي لي هاتها، لكن ليست كانت الحل. كمان في ناس تلتجئ طرق العنف في حل المشكلات زي الضرب، التهديد، البكاء، إرغام إنسان على عمل ولكن ليس هناك اقتناع ولكن تحت التهديد والخوف، فأنا بخاف، خايف من اللي كده، فتحت تهديد وخوف. مرة كنت وأنا بخدم في إعدادي في مصر القصة دي، وأنا خادم في الكنيسة بتاعتي، جالي ولد قال لي أنا تعبان جدا من بابا، فقلت له ليه؟ قال لي بابا عنيف، أنا عارف كان والده يعني كان عنيف جدا، عنده لما يقول الكلمة لو ما تنفذتش اي حاجه جنبه ممكن يضرب بيها اي حد، فازه، كوبايه شاي، اي حاجه. ف قلت له طب بابا عمل ايه تاني؟ هو الاب كان يحترمنا كخدام وكنا بنكلمه يعني مفيش داعي للطريقه دي وفيها العنف وكده. كان لما زمان ما كانش فيه سيلفون، كان فيه تليفون، فالتليفون يضرب في البيت فيقول لابنه بابا مش موجود، وصوته عالي طبعا، الراجل سامعه بيقول له ازاي بابا مش موجود وهو سامع الصوت. فالعيال مش عايزه ترد على التليفون، يقعدوا يتعزموا، الولاد كلهم حلوين جدا في الكنيسه، روح انت رد، روح، ما هو عارفين ان هم هيرغموا على الكتب. فواحد بقى فيهم الولد ده بقى وقف قدام بابا، قال له بص يا بابا انا مش هكذب. انا لو التليفون رديت
وانت قاعد هقول له ايوه موجود. قال له انت بتعارضني؟ قال له اه بعارضك يا بابا، لان انا مش ممكن اعمل حاجه غلط، انا الكذب ده هيوديني النار. فراح حلها له المشكله بمشكله اسوأ. عمل له ايه؟ قال له طب خلاص، هو البيت بتاعهم كان 5 اوض، سمى الاوضه دي الاسماعيليه، والاوضه دي اسكندريه، والاوضه دي طنطا، والاوضه دي بنها. وبقى اول ما التليفون يضرب يروح داخل يقول له قول له بابا في اسكندريه. فطبعا انا الولد ضحكت، قعدت اضحك، قلت شوف حيل الشياطين لما الشيطان عايز يوقعك، عشان دي حلول بشرية. هو ليه انا مش عايز ارد على التليفون؟ حلول بشرية. فالشيطان قاعد يخترع اختراعات. طب خلاص ما تكذبش، قول له بابا في اسكندرية ودخل الاوضه، قول له النهارده بابا في طنطا. قلت له طب لو اتصل في اليوم مرتين ازاي هيكون في اسوان وفي اسكندريه في نفس اليوم؟ يعني الصبح كان في اسكندريه وجاء، يعني قعدنا نضحك وخلصنا. بس يعني قعدت افكر ازاي ارغام على العمل ولكن ليس اقتناع. شخص بيرغم واحد على انه يعمل خطا، بيحل له المشكله اللي هو تعبان منها، بس بيحلها له بطريقه مش مظبوطه وليس عن اقتناع. ازاي نحل المشاكل اللي بتقابلنا؟ اول حاجه بالحكمه، الحكمه. والانسان الذي يفقد الحكمه يصلي لاجلها، لان دي موهبه من الله. الله يعطي هذه الموهبه للانسان ان يكون انسانا حكيما. سليمان قال لربنا انا مش عايز غنى، انا مش عايز حاجه. طب عايز ايه يا سليمان؟ قال له اكون حكيم، احكم بالعدل بين الشعب. عشان كده الكتاب المقدس أعطى المال وأعطى الحكمة لسليمان، ويقول لم يوجد إنسان له حكمة على وجه الأرض كسليمان. فالحكمة، والحكمة دي نقتنيها بالصلاة، ونقتنيها بخبرات الحياة، ونقتنيها بالمشورة، ونقتنيها بقراءة كلمة الله تفتح تعطينا استنارة. حكمة، خليك إنسان حكيم، لا تتصرف تصرف زي ما قال سفر الحكمة كجاهل من أحد الجلهاء، لا يقول هو أنه ليس إله وهكذا. فالإنسان ساعات يطلب من ربنا، لو حس أنه متسرع في قراراته، لو حس أن قراراته غير مدروسة، لو حس أنه ما فيهاش حكمة، يطلب من ربنا يقول له يا رب اديني الحكمة دي، اديني يا رب أكون إنسان حكيم في قراراتي وأتكلم. يبقى أول حاجة نحل مشاكلنا أن نكون حكماء، حكماء. والكتاب المقدس أمرنا كده، قال كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. وقال ليه الحيات؟ لأن الحية تختفي وتتلون وترجع. لا، مش معناها أن أنا أتلون في كلامي، لكن الصفة دي هي الصفة اللي ياخدها الإنسان، أنه يعرف للكلام وقت وللسكوت وقت. كتفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، هكذا كلمة مقولة في محلها. ما بقاش كل كلمة الواحد تيجي على دماغه أو فكرته رح قايلها وتتمسك عليه وما يعرفش يرجع فيها. قديس الأنبر ويسلي كلمة جميلة يقول، هذا الفم كلمة زائدة لا تخرج منه ولقمة زائدة لا تدخل فيه. فكلمة زائدة الإنسان يبقى واخد باله منها ومحاسب عليها. تاني حاجة بالمشورة الصالحة، أسأل، بس ما أسألش أي حد، أسأل شخص يبنيني، أسأل شخص، أسأل الحكيم فتزداد حكمة. تزداد حكمة لما تسأل الإنسان الحكيم. عشان كده المشورة، ساعات أنا أروح أسأل واحد ما يكونش عنده خبرة في الطريق ده، أو يزداد زي ما سفر الحكمة يقول لك تزداد مرضاً، يعني المريض يزداد مرض. والحاجة الجميلة في وصية الكاهن الجديد، الكنيسة بتوصيه تقول له خليك أمين في إرشادك لألا تضع مرهم العين على الرجل فلا ينتفع به، يعني تدي علاج مش مظبوط. فأنا برضو المشورة الصالحة أسأل، أحل مشكلتي أسأل.
ولو كانت مشكلة في مجال عملي أسأل ناس متخصصة في هذا، وأسأل واحد واثنين وثلاثة. الكتاب في سفر الحكمة يقول اثنين خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع. يعني اللي متضفر ثلاث مرات كده قطعه صعب. عشان كده السؤال والمشورة الإنسان ممكن ياخد فيها صوت ربنا وإزاي يحل مشكلته. الإنسان الحكيم يفترض حلول كثيرة وعملية للمشكلة. كمان من الحاجات اللي أنت تقابلها في المشكلة مع الحكمة والمشورة وتفهم شخصية الإنسان اللي قدامك اتكلمنا فيها، أيضا الراحة الجسدية. ساعات يا إخوتي ساعات ناخد قرارات وإحنا تعبانين مرهقين، فتطلع القرار نبدأ نراجع نفسنا، لو هديت شوية ممكن أو ارتحت شوية يطلع قرارك مختلف خالص. عشان كده الراحة الجسدية دي جزء. ما يجيش إنسان تعبان 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 ومطلوب منه ياخد قرار وياخد القرار وهو منهك جسديا، ممكن يندم عليه بعد شوية يقول أنا إيه اللي خلاني خدت القرار ده. كتير هقول لكم على مثل كلنا بنعمله، ممكن نبقى مرهقين جدا جدا ويبقى عندنا مشوار نلغي، أول ما تنام نص ساعة وساعة تلاقي نفسك كويس جدا، وعين تتصل بشخص يقول أنا رجعت في كلامي خلاص المشوار ما تلغيش. خصوصا لو أنت قائد في عمل أو قائد في شغل، القرارات المذبذبة دي بتخلي الناس اللي حواليك لا تثق في القرار. مش على مستوى المشاوير والكلام ده، لكن في قرارات زي كده الواحد بيبقى منهج وتعبان وياخد فيها قرار، ولو هدي شوية يقول الله القرار ده مش مظبوط كده، طب ما نرجع فيه. الرجوع في القرارات الكثيرة دي لا تعطي مصداقية لمن يتعامل معك، يحس انك انت ما هو هيرجع في كلمته بعد شوية، هو قال كده وبعدين هنرجع كده وهكذا. كمان مراعاة الظروف القائمة، الوقت اللي حصلت فيه المشكلة معاك، المشغوليات بتاعتك، مراعاة الظروف القائمة. كمان الصبر والاحتمال، مش كل مشكلة تتحل في وقتها، ما فيش زرار بندوس عليه نحل أحيانا. عارفين مين في الكتاب المقدس كانوا مثال لحل مشكلة بينهم؟ يعقوب وعيسو. يعقوب باحتيال كده خد البكورية من عيسو، عيسو غضب عليه جدا، قال أقوم وأقتل أخي يعقوب، هقوم وموته دلوقتي. وبعدين راحت أمهم كده اللي هي عملت وقالت له، راحت بعتت ده عند خاله لبان وبعدت ده وبتاع لغاية ما الدنيا تهدى. رفقة حلت له الموضوع، ابتعد عند خاله لبان فترة طويلة. وبعدين لما جه قابل عيسو عمل ايه؟ بعد شوية قافلة في الأول، اقروها في سفر التكوين، يقول لك سجدوا على وجوههم للأرض وقاموا، انتوا مين؟ احنا اولاد عبيدك عيسو، مش عارف وين، لغايه ما وصل ليعقوب اللي كان عايز يقوم ويقتل اخي. اتبدلت القصه، الوقت، الطريقه، الاتضاع. احيانا الاتضاع يحل مشاكل كثيره. ساعات في مشكله تحصل بيني وبين واحد مش عايزه غير كلمه انا اسف لو انا غلطان، لكن كبرياء النفس لا تجعلنا ان نتاسف او نعتذر، وهذا يزيد المشكلة تعقيدا. لكن لما أنا أقول خلاص أنا آسف ولو أنا غلطت خلاص انتهى الموضوع. ففي مشاكل كتيرة ما تقولش لا ده أنا بس لو قلت آسف هياخدها بقى أدفانتج ويقولي أيوة أنت قلت، مش عارف طب ما أنا قلت فعلا بس أنا كنت غلطان وخلاص وغلطت وانتهى الموضوع. عشان كده الهدوء، ابعد انتظر حتى يهدأ غضب أخوك زي ما حصل مع عيسو ويعقوب، وخصوصا في المسائل اللي ما فيهاش كمان ما فيهاش حل واضح. دخل ربنا معاك في المشكلة، هل ممكن صليت؟ هل صمت؟ هل جيت حضرت قداسات وذكرت الموضوع بإلحاح أمام الله؟ يا رب أنا واقع في المشكلة دي، يا رب أنا كل الحلول اللي قدامي ليس لي حل ولكن نحوك أعيننا. أعطي ربنا فرصة أن يعمل معك وبيك، تعال وشوف. كثير من مشكلات الكنيسة، واحد زي الأنبا أبراهام ابن زرع يجي يقول له تعال حرك جبل. حرك جبل إزاي؟ يقول له ده مكتوب في الآية بتاعتك.
عملي جمع الناس وصام. طب لما نينوى اللي لسه مخلصينها يونان قال لهم ده يونان حتى لما دخل نينوى ما قال لهمش سبل التوبة ايه، قال لهم ده هتنقلب المدينة على رأسكم بعد 40 يوم، ما دخلش حتى مهد لهم الطريقة يا جماعة ارجعوا ده انتم مش معقول اللي بتعملوه ده، وراح هو دخل راح خبطهم على طول قال لهم ستنقلب المدينة بعد 40 يوم. فعملوا ايه؟ حلوها بالتضرع لربنا. طب يا رب هترفع عننا ولا لا؟ كله يصوم، الملك حتى المشيه حتى المرضع الرضيع اللي على يد امه كله يصوم، تذلل امام الله. جرب مره في مشكله انك تضع الله بينك وبين المشكله فلا يضيق قلبك فيها، جرب مره انك انت ترفع قلبك لربنا وتصرخ اليه بصوم وصلاه وتضرع وشوف ربنا هيرفعها ولا لا. احنا معانا سلاح ولا نستخدمه، وهو سلاح الصلاة وسلاح الإيمان. زي ما أنا قلت لكم في مشاكل بتحل بالتواضع. واحد متعب قوي منك ما تقعدش تكلمه عن الكرامة، ما تقولش أنا كرامتي، لكن تنازل. ما فيش داعي أنك تذكر الكرامة، اللي بيتنازل كتير ينال كثيرا. الآباء قالوا كده، يعني لو شخص تنازل وتواضع ياخد. يقول لك اترك الصغائر تنال الكبائر، اترك الارضيات تنال السمائيات. ففي امور لا ناخذها الا ان نترك، لا ناخذها. خلوا بالكم في ايه هكذا احب الله العالم حتى، شوفوا احب الله حتى ايه؟ بذل. عشان كده دايما تلاقي الحب مع البذل. لو حب بدون بذل دي أنانية، لكن حب مع بذل دي محبة حقيقية. وهكذا أيضا أحبنا الله. فما أقدرش إن أنا أشعر إنسان إن أنا أحبه ومش قادر أضحي من أجله، مش قادر أتنازل من أجله. عشان كده زي ما أنا قلت لكم يعقوب ومقابلته مع عيسو يقولوا كانوا بيسجدوا على الأرض، يقول لهم أنتوا مين؟ يقولوا له إحنا أولاد عبدك يعقوب. شوفوا اللفظ اللي كانوا بيقولوه لعيسو، يقولوش احنا ولاد اخوك، عمنا جايين نقابله عيسو. فهو يقول لهم انتوا مين؟ يسجدوا قدامه يقفوا ويقولوا له نحن اولاد عبدك يعقوب، عبدك. عشان كده لما قال له ناخد بركة سيدي وحضرنا لكي نأخذ بركة سيدي، فلما شافه قال له رأيت وجهك كما يكون وجه الله. هكذا الاتضاع احيانا يحل مشاكل كثيره في حياتنا. خلوا بالكم الاتضاع غير المحلسه، انا اسف في اللفظ ده. عارفين يعني ايه المحلسه؟ واحد خايف من واحد عمال يقول له انت كل حاجه، انت الدنيا كلها، ده انا لو انت مش موجود مش عارف كنا هنعمل ايه. واول ما يتحرك من قدام يقول لك ده انت سبب المشاكل كلها، ده انت سبب المصيبه اللي احنا فيها، ده انا مش عارف ايه، ويفضل. لا طبعا ده ما اسموش اتضاع، الاتضاع بالاقتناع. كمان يا اخواتي في مشاكل تحل بالابتسامه، ابتسامه بسيطه، يضحك في وش اللي قدامه، يبتسم كلمه واحده، كلمه واحده تحل مشكله. زي ما راح قائد المئه كده قال للمسيح عنده مشكله، مريض الخادم بتاعه مريض في البيت، قال له كل كلمه فيبرأ غلامي، اديني كلمه واحده، انا هو ده اللي عايزها منك، كل كلمة. عشان كده أحيانا في مشاكل كتير ما تتحلش بمشكلة، بقصص وروايات وكلام، هي كلمة واحدة. عارفين إيه هي الكلمة دي؟ أحيانا كلمة أخطيت. أحيانا واحد يقول له أخطيت، خلاص أنا فعلا غلط، وخلاص انتهى الموضوع. ساعات لما تطنش، بمعنى مش إنك يعني اعمل إنك لا تسمع كل كلمة، في كلام يعني الواحد لو عداه يعدي الأمر، لكن الواحد لو وقف على كل كلمة كل كلمة كل تصرف كلمة هيتعب وهيتعب الناس اللي معاه. كان قداسة البابا شنودة يقول لنا في مشاكل تحل بالفكاهة. مشكلة مرة قداسة البابا في اجتماع يوم الأربعاء جاله سؤال،
واحد بيقول له ممكن يا سيدنا أبات الليله دي في الكاتدرائية أصل مراتي ضربتني وطردتني بره البيت. فالبابا شنو ده رد؟ هو رد بس بسيط قوي. رد قال له معلش يا حبيبي اللي بيباتوا في الكاتدرائية الرجالة بس. هو طبعا الأساقفة والرهبان الرجالة اللي بيباتوا في الكاتدرائية. بس هو فهمها طبعا الراجل. قال معلش اللي بنبيتهم في الكاتدرائية الرجالة بس. وسكت سيدنا ما علقش على المشكلة. فأحيانا هو كان يقول كده سيدنا بابا ساعات فكاهة بسيطة تحل. فهو يصحى لنفسه هلا هرجع البيت وحل المشكلة وهكذا. كمان زي ما أنا قلت لكم مشكلة تحل بالصوم والصلاة ومشكلة تحل بالإيمان. كل الأشياء تعمل معا للخير. يوسف الصديق وهو في السجن الصبر والإيمان صبر 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 وقعد واتهم وعمل لكن بعد شوية إيمان يوسف ده اللي خلصه من بيت فوطيفار من بيت فرعون أصبح ثاني رجل في أرض مصر كان بالصبر. واحد من القديسين مرة قال هو إيه اللي باع يوسف؟ مين اللي باع يوسف؟ سأل كده قال من باع يوسف؟ فواحد رد قال له اخواته قال له لا اتضاعه لكنه كان يستطيع أن يقول للذين اشترونه هؤلاء إخوتي. لكن الظروف اللي حصلت انه ما اتكلمش واتباع ومشي وراح ارض تانية. ايه اللي خلاه ما اتكلمش وقال المرأة دي ظالمة دي اللي اتهمتني. واتهام انسان في عرضه وفي طهارته دي اصعب اتهام انه يتهم في هذا. وهو كان انسان بريء وهي شهرت بيه وشهرت وقالت هذا هو العبراني اللي جبته لنا عمل معايا. ورغم عن كده صمت يوسف. ولما حب يلتجئ لرئيس الخبازين في السجن ويقول لهم لما تقفوا قدام فرعون اذكروني. واحد طلع نسيه والتاني نسيه. مفيش لغاية ما ربنا افتكروا وطلعوا. عشان كده في مشاكل تحل بالصبر. بالصبر تقتنون أنفسكم. بالصبر تقتنون أنفسكم. اصبر. احتمل. احتمل واصبر. الأيام والوقت في مشاكل لا تحل إلا بالوقت. بعد شوية هتشوف مجد ربنا معاك إزاي ربنا بيتعامل وخصوصا لو كنت إنسان مظلوم. عشان كده يا إخوتي في المشاكل اللي بنواجهها تحل بالحكمة تحل بالراحة أو بالإنسان بالهدوء تحل أيضا بالاتضاع تحل بالصلاة والصوم تحل أيضا بالإيمان تحل بالوقت. انتظر انتظر بسكوت الرب والرب إيه هو ناصرنا. ربنا يرفع عننا المشكلات وحتى لو ربنا سمح بأن احنا ندخل في أي مشكلة هو قادر أن يعطينا الحكمة ويعطينا سبل حلها ويقف معنا. ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد آمين. أشكركم مرة أخرى. في حد عنده أي سؤال؟ شكرا. انا طبعا ما بصيتش مين رفع ايده يعني. لو عايزين تسالوا لو سؤال صعب مش هرد من البدايه كده. مساء الخير اولا سيدنا. حضرتك كلامك يعني جميل وكده بس انا كان عندي سؤال. انت عندك راي غير كده؟ لازم بداية كده. أنا بهزر معاك بس. لما يسوع قبل كده لما شاف الراجل اللي كان فيه كان فيه راجل قبل كده جيل يسوع وكان عنده ابنه ابنه كان مصروع وعنده شياطين كتيرة. بعد كده قال للتلاميذ إن هو إن هم يشفيهم أم إن هم يشفوه والتلاميذ ما قدروش يشفوه. فلما جابوا ليسوع يسوع خرجوا بعدين قال يسوع سأل التلاميذ يسوع قالوا له احنا ليه ما قدرناش نخرجه؟ راح قال مش كل الجنس ده مفروض يخرج بالصلاة والصوم. ايوه حضرتك قلت ان في مشاكل تتحل بالصلاة والصوم بس انا مش فاهم يسوع هنا يقصد ايه. هل انا مثلا اجي قدام الشخص اللي فيه الشيطان اقعد اصوم واصلي قدامه عشان يطلع ولا انا مش فاهم بالظبط هو كان قصده ايه؟ هو هنا كان رسالة تعليمية للتلاميذ لان كانوا التلاميذ كانوا في بداية معرفتهم في خدمتهم مع المسيح وكانت في بداية إرساليتهم يعني في البداية فكانوا بيتعلموا.
كأنه فصل إعداد خدام ماشيين معاه 3 سنين بيشوفوا بيعمل إيه بيقول إيه بيدربهم. فهنا كان إيمانهم مش قوي، هم فاكرين إن هو بس بمجهودهم الشخصي بمعرفتهم بأنهم يتبعوا المسيح، فهو حب يوجههم إن هذا الشيء ده لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، فحب يقول لهم إن بالإيمان وبالصوم والصلاة لا يخرج الشيطان. فكان درس للتلاميذ نفسهم إن الصلاة مهمة، إن الصلاة هي الشيء اللي يعتمد عليه الإنسان في خدمته، وإن الصوم هو مصاحب للصلاة، والقوة الفعالة ليهم هما الاثنين هما اللي يستطيعوا أن يخرجوا الشياطين. عشان كده السيد المسيح لما جه على الجبل، جه بعد ما صام 40 يوما، بدأ الشيطان إيه يجربه بعديها. فكان الشيطان ما جاش غير بعد هذه التجربة وانتصر عليه المسيح في انتصاره من خلالنا. وتلاقوا ان التجارب بتاعه الشيطان اللي جرب بيها المسيح هي اساس كل تجربه احنا اي واحد فينا بيتجرب بيها، اللي هي الـ 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 الخبز او الجسد، ان الانسان يشتهي الخبز ده او ياكل فعايز يعيش فبيحاربه من ناحيه الجسد، او يحاربه من ناحيه المال لما قال له ممالك العالم كله أعطاها لك لو سجدت ليا، فقال له اذهب عني يا شيطان. وحرب الكرامة، قال له ارمي نفسك من فوق الهيكل. ودي 3 أساس حروب. عشان كده لما جت الرهبنة حطت الـ3 قدام دول، حطت للجسد البتولية ان الانسان يستطيع ان يغلب الشيطان بيها، وحطت الطاعة لربنا من خلال وصاياه يستطيع ان يخرج الشيطان، لما قال له للرب وحدك تسجد، وحطت الفقر الاختياري ضد ممالك العالم. عشان كده ربنا حط لنا اساس هو الصوم والصلاة، خرج للجبل وانتصر بينا وفينا من خلال الشيطان. خلاص يا توني ما تعزمش أنا. لا لا، لو حد عنده أي حاجة. كله مفهوم كده، مش أي سؤال. لو حد عنده سؤال في أي حاجة تاني غير الموضوع ده. هو في الموضوع بس. هو ليه صديق ليا في استراليا، مش هنا، هو بيمر بظروف صعبة كتير ليه فترة حوالي 4-5 سنين يعني. فأنا مواظب إن أنا أحاول أكلم معايا علشان أبقى معايا يعني. فهو وهو عارف إن أنا جاي النهاردة كنيسة وبكلم، فقال لي إيه الموضوع، بقول له الموضوع كذا كذا، فقال لي طب بص بقى لو تقدر تبقى تسأل السؤال ده. فهو الموضوع هو بس هو علشان إحنا هنا في بلاد أمريكا وأستراليا وكده الموضوع كله بالبنوك، فهو بيقول لي هو ليه أنا لازم الكريدت سكور بتاعي علشان يزيد فوق لازم تبقى حياتي كلها هنا تعب، لان هو بيمر مشاكل كبيره. ليه كان ربنا ما كانش يقدر اني انا يبقى ليا طريقه تانية، ان انا بدل ما انا ليا كل السنين دي في بهدله ومش مستمتع حتى بحياتي، هل هو ربنا كده مبسوط كل ده علشان ان انا كريدت سكور بتاعي يزيد جاست ان انا ابقى كل حياتي في التعب اللي انا فيه ده ولا لا؟ بس بص هقول لك على حاجه، في مشاكل بتحصل مننا او تجارب من ما بتبقاش سببها ربنا، زي ما يعقوب الرسول قال لا يجرب إلا الذي انجذب من شهوته. فأحيانا بتبقى في أخطاء مني، أخطاء أنا ما مشيتش صح من الأول، الكريدت سكور بتاعي أنا بوظته نتيجة سلفيات، نتيجة أن أنا بشتري حاجات على الكريدت ومش عارف أسدد، دخلت في مشروع مش قده، اشتريت حاجة بيت أو حاجة مش في وقتها، فبالتالي الكريدت سكور بتاعي باظ. ففي احيانا قرارات هو ربنا زي ما هو بيدينا ارشاد، ايضا الله معطينا حريه في القرار، عايزك انت تشتغل وعايزك تشوف ايه النفع ليك وتعمل. فاحيانا في قرارات بتيجي عكسيه على الانسان، هو خد قرار مش سليم
ده موضوع تاني زي كيف اتخذ قرارا يعني في حياتي. احيانا في قرارات الانسان بياخدها بيقعد يعاني منها طول حياته ممكن. ربنا عارف، لكن ممكن ربنا انظره بمسجز كده شوية وبعدين لقى ايه، هو زنى على الباب اقرا ان فتح احد ادخل، لقى مش عايز يفتح عدى زي ما قال في سفر النشيد. فاحيانا ربنا يبعت مسج، واحيانا لكن لو التجارب دي، لو التجربة دي بقى انا ملياش دخل فيها الموضوع الكريدت وده كل ده حصل، دي بقى موضوع تاني بقى. ممكن يكون الله يريد ان يختبرني، هل انا بسبب ده هسيبه؟ هل انا اجدف عليه بسبب المواضيع دي؟ عشان كده مثلا في يقولوا تجربة للتزكية زي بتاعت ابراهيم ربنا زكيه، وفي تجربة للتنقية زي بتاعت ايوب قعد مهتم معتمد على نفسه وسلطته وفلوسه، ربنا قال له طب انا هاخد كل الحاجات دي منك لغاية ما قال ابر ليس ابر منك يا رب، فربنا نقاه من الحاجات دي. وفي تجارب زي تجربة الحفظ زي بولس الرسول طلع وشاف السماء الثالثة وقال لم تره عين ولم تسمع وكده، وبعدين لقى نفسه ضرب بشوكة في الجسد، فساعتها ربنا قعد يقول طلبته مرارا كثيرا، فربنا قال له لا تكفيك لألا ارتفع من فرط الإعلانات، فأعطيت شوكة انخاسا في الجسد، وبعدين قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بس ففي دي ممكن أكون أنا سبب زي اللي قال عنها بولس يعقوب في الأول إذا انجذب أحد من شهواته، وممكن قال ليس لي دخل، ربنا عايز يختبرني، ربنا عايز يزكيني، ربنا عايز ينقيني، ربنا عايز يحفظني من شيء وهكذا. فلازم هو يبقى عارف هل أنا كنت في سبب في البداية في حاجة معينة أنا عملتها هي اللي وقعتني في المشكلة دي أحاول أصلحها، ولا أنا كل حاجة تمام ولقيت المشاكل دي عمالة تزداد علي، يبقى مفيش حل غير إن أنا أحتمل وأشوف ربنا عايز مني إيه، هل بيزكيني، هل بينقيني، هل ربنا بيحفظني من إن أنا كنت ممكن أمشي وراء اعتمادي على السلطة والفلوس فربنا حب يديني الهزات دي عشان يعرف إن أنا موجود وأنا السند ليا، هو السند ليا ولا لأ. ما حدش طبعا هيسأل سؤال، كل سؤال بياخد بتاع 10 دقايق إجابة وراء ربع ساعة. أنا كان أبسايدن أمسايد من أبونا برضو أبونا الأسقف. أنا كان عندي سؤال يعني أوتك mentioned before الطريق الضيق، إن في ناس ممكن تاخد طريق ضيق وفي ناس ممكن تاخد يعني طريق واسع. وأنا كنت عايز أسأل إنه إيه الفرق ما بين إن أنا ممكن أخد طريق ضيق ومن إنه ربنا بيحط يعني صليب في حياتي فأنا الصليب ده تقيل، يعني هل أنا بختار يعني هل انا اعرف ازاي ان انا اختار الطريق الضيق او لا؟ هو طبعا الطريق الضيق ممكن انا ما بختاروش لكن انا بتحط فيه، يعني مثلا واحد بيقابل اضطهاد معين، واحد مثلا جاله مرض هو مش سبب فيه، دي كلها طريق ضيق بيؤدي الى الحياه فاحتمله بفرح وبشكر. ده الطريق ده هو فده جزء من الطريق. ممكن شخص يكون غني جدا جدا ويسيب كل أمواله وكده ويروح بفرح لربنا مثلا في التكريس أو يسيب وظيفته أو كده، هو ده النوع من اللي أنا اخترته، أنا اخترت التكريس، سيب كل اللي عندي وأحيا الفقر الاختياري أو كذا. دي نوعيات من الناس أو درجة ممكن ما تنفعش لكل الناس وممكن تنفع لنوعيات معينة وممكن يكون ربنا مختار بعض من الناس منها. لكن الطريق الضيق كله هقول لك ازاي، مثلا انا مثلا اصوم، طب ما هو ده اختيار ضيق، طب ايه اللي يخليني يعني اصوم واقعد اكل عدس وفول وبتاع والناس عماله تاكل اكل افطاري وانا صايم؟ ايه اللي يخليني مثلا يوم الحد يوم اجستي وانا عايزه انام لي ساعه وساعتين اريح جسمي، لا هصحى برضو وانزل واروح الكنيسه، طب ما هو ده طريق ضيق. إيه اللي يخليني إن أنا أخدم وأروح وأفتقد وأتعب وأزور مرضى وأعمل خدمة؟ ما هو ده طريق ضيق، وصحابي بيتفسحوا وبيتفرجوا وراحوا السينما وما يعملوش حاجة، طب ما هو ده طريق ضيق أنا بختاره وهكذا. هذه
أهلا سيد. أهلا بك. أنا عندي سؤال على الإلحاد. في كتير مش أنا يعني بس عايز أزعل. ما تخافش السؤال مش هيلزق فيك يعني. أنا ابتديت من أول ما جيت هنا وأنا بقابل ناس من الهاي سكول وبتطلع للكوليدج وبتقابل ناس كتيرة جدا تحس إن هما بروفيشنال بيعرفوا فعلا يحسسوك إن ربنا مش موجود و وحاجات كتيرة وحاجات تفكر فيها تحس إن يعني فعلا إيه اللي بيحصل محتاجة إيمان بس كتير قوي أنا ما بلاقيش اللي يعني معرفش أرد عليهم عشان هم تحس إن هم كلامهم is more realistic than mine. بص هقولك على حاجة. الناس دول لو أنا مش مستعد لإجابتهم ما تدخلش معهم في حوار لأن ممكن أكون ضعيف. عشان كده الكتاب قال تكونوا مستعدين لمجاوبة تفضل لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء ليكم. حتة الإلحاد وإثبات وجود الله ممكن بسهولة أثبتها بطريقة لكن بطريقة بسيطة لكن اللي أحس قدامي إن هو داخل بطريقة علمية بيحتاج ناس دارسين للرد عليه برضو. فأنا مش معناها ضعف مني لكن في ناس متخصصين أكتر ممكن يردوا عليه وممكن أطلع له كتابات وحاجات أرد بيها عليه. لكن السؤال اللي هو بيتسأل لأي ملحد الكون اللي عايشين فيه ده ترتيبه بهذا النظام إزاي يكون هابهازرد كده؟ ها؟ الريفولوشن بالضبط. طب مين عمل الريفولوشن؟ ما أنا هدخل معه في نفس القصة. طب إيه انتظام الليل والنهار، انتظام الشمس والقمر، انتظام الأوقات دي كلها. طب بلاش ده. جسم الإنسان، جسم الإنسان. أنا هسمعكم. أنت عارف لو قلب الإنسان الصغير ده حبوا يعملوا قلب صناعي دي أوضة مليانة أجهزة. لما تروح تزور حد في المستشفى بيعمل غسيل كلوي لو شفتوه جهازين كبار كده وأسلاك وخراطيم وكل ده اللي هي الكلى دي اللي قد كده في الإنسان. مين اللي ورا ده كله؟ مين ورا الكون ده؟ جسم الإنسان وتركيبه كده. لما تختل نسبة معينة من فيتامين ولا حاجة الإنسان يختل التوازن اللي داخل جسم الإنسان نفسه. يعني يقولوا إن أكتر حاجة تقدر ترد بيها على إنسان هو الجسم بتاعك نفسه. إزاي الإنسان يقدر الجسم الصغير ده لو أنا مثلاً إحلال حاجة عضو عن حاجة لا ما ترجعش العضو الأساسه. لو واحد إيده اتقطعت وركبوا له إيده مهما يركبوا له مش هتكون زي الإيد الأساسية أو الرجل الأساسية. فجسم الإنسان نفسه أكتر إن في حد وراء تكوين هذا الجسم وعمله بهذه العمل وهكذا. كان حد لو حد عنده رأي آخر في موضوع الإلحاد ممكن يتكلم. أنت كنت عايز تقول حاجة؟ نوصل نقول ان ربنا موجود وكده فيجي يقول لك طب مين اللي خلق ربنا. فالرد هنا برضو ليه رد علمي ان هو هتوصل طب ماشي هو في حد خلق ربنا طب مين اللي خلق ربنا. فهتفضل تمشي في دايره انك توصل ان لازم يكون في حد هو الطاب ومفيش حد بعديه. ما هو ده النقطة بتاعت إثبات مين وجود الله الـ essence of God دي في ليها أسئلة وردود كثيرة جدا وهكذا إن في حاجة أعلى من كل ده أو جدد ده وهكذا. like الأمبر الفقير قبل كده like عمل المثل اللي هو المية. yes. مين اللي بل المية؟ like ما حدش بيبل المية so مين خلق ربنا؟ like ما حدش خلق ربنا ما حدش بيبل المية. أنا عايز أقول لكم إن العلم ده علم دلوقتي الأبولوجيتكس واللي هم الردود على الأسئلة اللي يعني عندنا. أنتم ممكن أنا أرشح لكم ممكن تدعوا أبونا جريجوري من كنيسة السنتر هو عمل دراسات معينة ممكن يجوا يديكم محاضرة على الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي وإثبات الخالق من خلال
المواد اللي موجودة في العالم وحاجات كثيرة. هو دي عن دراسة، يعني ممكن يقول لكم الدراسة دي ويعرضها عليكم كلها والأسئلة اللي هنتوا بتوجهوها وإيه الردود عليها كلها دي بقى. دي يعني عشان كده أنا بقول لكم دي بتحتاج أكتر كمان، لأن الناس اللي في العالم دلوقتي هم منظمين. هو لما بيسألك سؤال هو عارف السؤال ده وراء إيه وإنت هترد بإيه وهو هيقول لك إيه. فلو أنت بتواجه شخص زي كده لابد أنك أنت تكون على نفس الاستعداد فإنك بتجاوب بالطريقة اللي هو بيجاوبك بيها. علشان هقول لكم على حاجة، بيحكوا مرة عن راجل فيلسوف ملحد كان عمال يفكر إيه ربنا ده؟ جه منين؟ بدأ إزاي؟ إيه الخلقة بتاعته؟ عمال يفكر 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 يفكر. عارفين جاله رد إزاي؟ قالوا رد ببساطة جدا، وهو ماشي على شاطئ البحر شاف طفل بيحفر حفرة في الرملة، يمكن انتوا قريتوها، والولد عمال يجيب جردة للمية يدلقها في الحفرة يدلقها في الحفرة. فالولد جاله رد عليه ببساطة جدا، قال له حبيبي انت بتعمل؟ قال له انا عايز اجيب البحر ده احطه في الحفرة. فالراجل صحي لنفسه في الفكر ده، ان ازاي الله الغير المحدود او هو اللي انشأ الكون ده، ازاي انا عايز احجزه بمعرفتي في العقل؟ دي حاجة. كمان الرد على الملحدين بالإيمان، في حاجات إيمانية إحنا لا نعرفها، والكتاب المقدس نفسه قال للمعلمنا بطرس الرسول، قال له أنت لا تفهم الآن ولكن ستفهم فيما بعد. ومعلمنا بولس الرسول قال الآن أنا أنظر في مرآة في لغز ولكن سأعرف فيما بعد. يعني في عالم الروح، عالم الروح والملائكة والسماء والحاجات دي كلها، كلها حاجات بناخدها بالإيمان. عشان كده برضو حتة إن أنا أثبت فقط النظرية بالنظرية ممكن ما وصلش الحاجة، لكن حتة الإيمان دي مهمة، وده اللي إحنا كمسيحيين إحنا بنؤمن بيه، نؤمن بوجود الله، نؤمن بوجود الإيمان، الإيمان بأمور لا ترى أو إيقان بأمور لا ترى. فعشان كده في أشياء أنا مهما أدخل معاه في مناقشة وأنا أثبت له أثبت له وهو يقول لي وأنا أقول له كده، لكن في جزء برضه مهم في الحوار هو الإيمان، وده اللي يفرقني عنه، إن أنا أؤمن. أؤمن لما قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد؟ الذي قال له أؤمن يا سيد وسجد له، خلاص الإيمان شفاه وهكذا. ففي أمور لا تحل إلا بالإيمان، ولازم نبقى مقتنعين بكده. معلش سيدنا تعالى عليك، بس هو يعني احيانا بيقول لك مثلا انت لازم تبشر، انت موجود انت في الارض ما ينفعش تبقى اناني في ايمانك، اللي هو يعني حتى لو اللي حواليك كلهم مثلا مش مؤمنين، يعني يجي مثلا ابونا مثلا في وعظه يقول لك انت لازم تبشر، او مثلا باباك يقول لك انت عندك مثلا لغه وعي، اللي منعك ان انت تبشر؟ اللي منعك ان انت تقعد تحكي للناس؟ لكن انت لو دخلت في مناقشه زي كده مع حد ولقيت نفسك مش قادر تقنعه، بتبتدي انت ذات نفسك تشك، فانت بقى بدل ما انت كمان بشرت حد او يعني او جبت حد، بتلاقي نفسك انت كمان بدات تلخبط. فهل في الحاله دي ان انت تقول لا انا خلاص انا مش هروح اكلم حد بدل انا شايف ان انا ما عنديش اجابات لكل الاسئله دي؟ هل ان انا ما روحتش مثلا اتكلمت مع حد واكتفيت مثلا بذاتي او خليت مثلا الايمان في نفسي، هل معنى كده ان انت بتاثر في جزء انت واجب عليك، ولا هو يعني احنا مفترض برضو ان احنا دايما نبشر حتى لو ما عرفناش مره، يعني نقعد نحاول في الموضوع ده؟ عشان احيانا كتير ما بتعرفش تجاوب فبتقول خلاص انا ليه بحط نفسي في الموقف ده، يعني انا مش عارف اجاوب، فبتختصر وتخلي الموضوع في نفسك بص حبيبي اقول لك على حاجه، البشاره نوع، التبشير نوعين، التبشير نوعين. في تبشير انا ممكن اجيب اي انسان يؤمن باعمالي. انا لسه قابلت واحده غير مسيحيه بقت مسيحيه، فبسالها قالت لي انا ما سمعتش عظات وما قريتش كتب، قريت الانجيل، واللي اكتر اثر فيا صحباتي اللي في اعدادي وثانوي وجامعه المسيحيات، هم دول اللي خليني بقيت مسيحيه. قالت لي ما كناش بنتكلم عن المسيح، لكن سلوكهم اعمالهم كلامهم اسرهم لما كنت ازورهم، هي دي اللي ابهرتني. دول الناس دول فيهم حاجه غيري. ده نوع من التبشير. قال لها التبشير بالعمل بالسلوك، اسلك في المكان كمسيحي، فيروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. في نوع تاني تبشير،
ده عن دراسة وده مش لكل حد. أروح ربنا بيتكلم يعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها. دي لينا كلنا. ممكن ربنا لو أنت بتؤمن يديك رد في الموقف ده وما حدش يقدر ينقضك فيه. وكانت بتحصل معنا كتير. وكانت بتحصل معنا في الجامعات في مصر وكده. واحد يجي يروح خبطك كده كلمة تروح ما تعرفش الرد جالك إزاي. تروح مردد عليه يروح ساكت. وما تبقاش أنت محضر الكلمة. وفي طريقة تبشير أخرى عن دراسة. أنا بعرف النقط الضعف اللي عند اللي قدامي وبدخله منها. الناس المتخصصة في كده في بدراسة وبوعي بيبقى عارف إزاي أدخل أكلم الشخص اللي قدامي. إزاي ألخبطه في حاجة من عنده هو. أنا اللي ساعات كمان ببدأ مش هو اللي بيبدأ معايا. وببقى عارف إيه كل الأسئلة اللي بترد في دماغه عن إيماني. وببقى عارف ردودها. عشان كده دي زي ما انا بقولك دي عايزة ناس متخصصة دراية. مش لكل شخص يقدر يعمل كده. فلما انا احس ان انا هبدأ اتلخبط او بتاع اسأل او ارد الردود اللي اعرفها وخلاص. لان ممكن دي انا مش متخصص في هذا العمل. ففعلا انا ممكن زي ما انت بتقول هو يزنقني ابقى مش عارف ان انا جاوب. لكن معناه ده مش معناه ان انا ما جاوبش عليه. انا ممكن ادور. لكن احيانا انا لابد ان انا على الاقل يكون عندي اساسيات الايمان. يعني انا مثلا استعجب جدا شباب في سنكم لو واحد سألوا عن التثليث ومش عارف يشرحه. لو واحد سألوا عن كيان الله ميلاد الابن من عذراء ومش عارف يقول له حاجة. في حاجات يا اخواتي بيزك في الايمان لازم تبقوا عارفينها. ولو مش عارف دلوقتي لو عملت تقرأ في اي كتاب لاهوتي من قداسة البابا كله موجود على النت. اقرأ خش اعمل لاهوت المسيح اقرأ خدوا الاساسيات. لكن عيب ان انا واحد يسألني انتوا بتعبدوا تلات آلهة وانا مش قادر ارد عليه. واقول اصل انا لا اصل انا مش دارس. لا مش ده مش موضوع دراسة. ده موضوع ايماني عقيدي بسيط بكلمات بسيطة استطيع ان ارد عليه. ازاي الله بتقولوا عليه الله وهو مولود من امرأة. طب ارد عليه واقول له وهكذا. في إيمانيات بسيطة أستطيع بها إن أنا أعرفها. أساسيات الإيمان أي واحد فيكم لازم يبقى عارفها. وأي واحدة ما حدش يجي يقول أصلا مش عارف السؤال ده يعني إيه. ده في أسئلة شباب كبار لما بستعجب إنه مش عارفها يجي يقول لك أنا أعترف ليه على إيه ده أبونا. ده أبونا إنسان. يا سلام. مش عارف يعني إيه معنى الاعتراف في الكنيسة سر الأسرار أو التناول أو كذا. طب وإنت إزاي كده. وهكذا. يعني بتجانب الإيمان السيد المسيح زي ما كان بيستلموا منه التسليم والخدمة بالمشاركة وبالمثل أيضا كان يعلم الجموع. يقعد يتكلم مع تلاميذه واللي ما كانش بيعصر عليهم كان ياخد تلاميذه يقولوا له فسر لينا. يقعد يفسر لهم ويشرح لهم. فعشان كده اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء. لكن هم اصلا كانوا واخدين الاساسيات دي من السيد المسيح نفسه وكانوا بيواظبوا في الهيكل. فكان في اساسيات عندهم زائد عمل روح ربنا في حياتهم. انا متهيألي طولت عليكم. كان في حد تاني رفع ايده. طب نشكركم كتير وربنا يعوضكم. ربنا يبارك في حياتكم. Solomon, be ebn moi, paraclitum, be et avie genia put.
Christos Benoti. Amen. Eb orun titi herini moinente kerini semnenente kerini tefkani novenani vol. Jesuk dati gom nembi onem bizmonim bi amahi sha'ini amin. اجعلنا مستحقين نصلي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية موهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. تعالوا خدوا لقمة بركة.